ولمتابعة الأوضاع في معبر رفح البري من الجانب المصري، أفادنا المراسل إكسترا نيوز كريم رجب بالرسالة التالية، نتابع. تعميق متعمد للأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، وهذا يرجع إلى الإجراءات التعسفية التي تفرضها قوات الاحتلال على المساعدات التي تعبر من الأراضي المصرية إلى معبر كرم أبو سالم، ولم يسمح إلا بمرور سوى 6 شاحنات من المساعدات الإنسانية، فيما عبرت نحو 9 شاحنات من الوقود. وهذه الأرقام التي تعد ضئيلة جدا للغاية أدت إلى أزمات كارثية في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما مع يعني انتشار رقعة الجوع على نطاق واسع في مناطق مختلفة في القطاع. ووصف برنامج الأغذية العالمي هذه الأزمة بأنها أزمة متفاقمة ومقلقة للغاية، لأن هناك نحو 1 مليون شخص يعانون من مستويات مرتفعة من الجوع بحسب البيانات الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي، فضلا عن منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية التي تفرضها السلطات التي ترفضها سلطات الاحتلال بشكل متكرر. وهذا أدى أيضا إلى أوضاع صحية كارثية، ومنظمة الصحة العالمية وصفت هذه الأوضاع بأنها أيضا مقلقة للغاية في ظل تزايد أعداد الجرحى والمصابين وكذلك المرضى بالأمراض المعدية، فضلا عن ارتفاع الأطفال الخدج الذين يتعرضون للوفاة بسبب نقص الغذاء وبسبب توقف بعض المستشفيات عن الخدمة وخروجها نتيجة لعدم وجود الوقود الكافي من ناحية، فضلا عن استمرار العمليات العسكرية من ناحية أخرى، ولا سيما أيضا خروج مستشفى المعمداني في مدينة غزة عن الخدمة. هو هذا المستشفى الذي أجبرت سلطات الاحتلال القائمين على المستشفى من إخلائه من المرضى والمصابين، وكذلك أيضا النازحين الذين كانوا يحتمون في هذا المستشفى، وأدى هذا إلى تفاقم الأوضاع الصحية أيضا نتيجة لهذه الإجراءات التي تمارسها قوات الاحتلال. يأتي ذلك أيضا فيما تتواصل العمليات العسكرية في كافة المناطق، سواء في المناطق الشمالية ومدينة غزة أو حتى في مناطق الوسط كمخيم البريج والنصيرات، واللذان يتعرضان إلى بعض العمليات العسكرية التي تؤدي إلى ارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء وكذلك أيضا ارتفاع قائمة المصابين في هذه المناطق، فضلا عن المناطق الجنوبية وتحديدا هنا في مدينة رفح الفلسطينية التي تبعد يعني مئات الأمطار عن النقطة التي نقف فيها الآن. وفي هذه اللحظات هناك يعني ملاحظة ورصدنا وجود أعداد كبيرة من الجرافات في المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، وتحديدا في بالقرب من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهذه الجرافات التي تعمل على نطاق واسع في هذه المناطق سواء بتجريف البنايات السكنية وكذلك أيضا إجراء بعض العمليات التي تعمل على توسيع المنطقة العازلة في هذا الطريق المتاخم للسياج الحدودي، بدءا من معبر رفح من الجانب الفلسطيني ووصولا إلى منطقة تل السلطان في مدينة رفح الفلسطينية في أقصى المناطق الغربية. أيضا هناك ارتفاع في وتيرة القصف المدفعي والعمليات العسكرية التي تستهدف منطقة تل السلطان وهذا الحي الذي يقع في المناطق الغربية من مدينة رفح الفلسطينية، وهو يتسم باحتوائه على عدد كبير من البنايات السكنية الخاصة بالمدنيين، وهذه البنايات التي تستهدفها طائرات قوات الاحتلال بإطلاق النيران عليها، فضلا عن عمليات النسف والتدمير لعدد كبير من المربعات السكنية في هذه المنطقة، ومن ثم فإنها تشهد عمليات عسكرية مكثفة، فضلا عن أن قوات الاحتلال أيضا لم تترك دور العبادة في كافة المناطق في قطاع غزة، وكان آخرها مسجد سعد في تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية، والذي دمرته أيضا قوات الاحتلال وقامت بنسفه وتلغيمه كباقي المربعات السكنية الأخرى. إذن العمليات العسكرية الإسرائيلية على أشدها في قطاع غزة بالكامل ولا سيما مدينة رفح الفلسطينية، فضلا عن تفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة لعدم مرور الكم الكافي من المساعدات الإنسانية، لأن متوسط المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى رفح إلى قطاع غزة لم تتجاوز 70 شاحنة على مدار هذه الأزمة التي بدأت في 7 أكتوبر من العام الماضي وتمتد حتى هذه اللحظات أي ما يزيد عن 9 أشهر، وهذا أدى إلى أوضاع إنسانية كارثية.